ربي فاغفر لأهل العلم قاطبة. ترى كثير من الناس يعني حتى المثقفين يعني احنا نقول جاهل كذا، الجهل بالاعتقاد، نعم، مو بالمستوى العلمي، نعم. كثير من المثقفين يلجون الى السحر وكذا، وفي كثير من الاحيان السبب في ذلك عدم معرفة فداحة هذا الإثم العظيم. يعني اتفق العلماء أن السحر اللي هو الشعوذة كذا لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بالكفر بالله عز وجل. نعم. الله أكبر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر ما يصل إلى هذه يعني الأفعال إلا بأن تكون ضريبته كفر بالله عز وجل، نعم. فيخدم من أجل كفره، معروفة، يعني ولا يفلح الساحر. لازم يعرفونها من أكثر الوسائل في إضلال الناس وخداعهم مثل ما تفضلت قبل قليل، تسمية المحرمات بغير اسمها. الله، نعم. الخمر يسمونها بغير اسمها كذا، نعم. المشروبات الروحية كذلك، المشعوذين والدجالين والعرافين آخره، والسحر والشعوذة يسمونها بغير اسمها، فتمرر على العوام، تمرر على الناس، فتارة يسموها الأبراج الكذا، نعم. تارة الخبير الروحاني، نعم. يستقبلونه بالفضائيات، يستقبلونه بالمناسبات، حتى فضائيات خاصة بهم، دجل صار بالإعلام، ولهم تسميات مبهرجة ليمرروا ضلالهم على الناس. الشيخ، هاي مال الابراج باراسايكولوجي، اذا يعني هاي الابراج اللي هسه القنوات تعج، يعني لا تكاد تخلو قناه الا بها حلقه خاصه برجك، نعم. شنو برجك؟ برج الجوزاء وبرج الدلو، نعم. هاي هم رجما بالغيب. هذا اولا هو من 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 بقايا دين الوثنيين حقيقه، نعم. معرفه ان الكواكب تؤثر وان لها قدره على تغيير الاقدار والى اخره، هذا من فعل الوثنيين حقيقه، مما سرب لامتنا مع الاسف الشديد من خلال بعض التثقيف كما تفضل الشيخ، التجهيل والتثقيف وتأطيره بإطار علمي عصري، الأبراج، الخبير الروحاني إلى آخره، وهي بلا شك هذه من الشعوذة ومن الخرافات بلا شك. شنو علاجها إذا؟ شنو علاجها؟ هو يعني هو هذا أهم شيء، العلاج شنو؟ نعم، التوعية العلمية، بث العقيدة الصحيحة في الناس، تصحيح العقيدة في الله، نعم. هذا العلاج، إنه الإنسان يعرف حقيقة لا إله إلا الله، معنى اليقين بأن الله هو الضار وهو النافع، يعني معرفة صفات الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، التحصن بالأفكار، نعم. مسائل شرعية، ننزل من القرآن ما هو شفاء، القرآن هو شفاء. واحد يقول لك والله أنا ما حافظ، قل أقرأ الفاتحة، هي هاي الفاتحة أعظم القرآن. ابن القيم يعني سنتين بمكة يتمرض، لا يعالج نفسه إلا بالفاتحة، مو فاتحة الشافية والكافية من أسمائها، بس يحتاج الإنسان إلى أمرين. الأمر الأول إلى اليقين، مو يعتقد أنه الله سبحانه وتعالى هو الضار والنافع وأنه هذه شفاء. المسألة الثانية أنه ما يعجل. كثير من الناس حقا اللي يبتلوا بمثل هذه الأمراض هو شوفه يريد انه من اول ما يقرا، اول ما يقرا الفاتحه راسا يذهب عن السحر. كان ان يعرف الحق من الباطل، ان يعرضوا عليه رقاكم، يعني حقيقه من هذه العلامات. مثلا شوف هذا الشخص الذي يدعى فيه الصلاه كذا، يطالبه باسمه واسم امه مثلا، هذه من علامات سحر طبعا، الدجل والشهوات، نعم. يقول له اسمك واسم امك، ما اعرف ليش اسم امه، يعني ايش علاقه الامر على صح الصدور. الامر الثاني، الأمر الثاني أن يكتب له كلام طلاسم فيه باطل، ما مفهوم. الأمر الثالث أن يكتب فيه طلاسم ونجوم ومربعات، مربعات مهمة، يعني شو تعرف أنه هذا دجال؟ هذه نعم. علامات ساحر، نعم، نعم. وحقيقة شيخ من علاماته كذلك، نعم. من علاماته كذلك أن يطلب منه قطعة من ثوب أو من، نعم. من إلى آخره، من ثوب من ثوب فلان، هذه علامة. طيب. طيب. صحر صح. ومنها أن يطلب منه أن يحرق الورقة التي يعطيها إياه في مقبرة أو في مكان أو في كذا. بالإضافة إلى ذلك، في علامة اشتهرت عند كثير من المشعوذين، أن يطلب منه أن لا يغتسل 40 يوما مثلا، وساخة. هذه وساخة، وفي الغالب شيطان جن يمكن يحبون هاي المسائل طبعاً. يكون غير طاهر، كيف 40 طاهر بلا، نعم. بلا. يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبة وجازهم خير ما جازيت إحسانا.